دورة الوحدة الودية في أبو ظبي خلال فترة من 18 ل 24 يناير، مشاركة الزمالك فيها هتكون مشاركة أندية الوحدة الإماراتي، الاتفاق السعودي، وأم سلال القطري، ونادي الزمالك المصري. رأي حضرتك إيه في مشاركة الزمالك في هذه البطولة؟ خصوصا فترة التوقف، أنت عندك بتعمل فترة إعداد كويسة لما بعد كأس الأمم الأفريقية. تمام. هو ايه المشاركه في دوره الامارات؟ ده شيء امر جيد، لانه حاجتين. اولا انا هكسب ماديا، وقبل المكسب المادي ده انا هبدا عندي فتره. بالنسبه لي المباراه دي هتبقى اعداد جيد للدوري. النهارده لو جينا شفنا الكابتن معتمد جمال تقريبا بيتكلم على ماسك فريق الزمالك بقاله 36 يوم، يعني تقريبا كان اول ماتش له قدام بيراميدز كان 8/11، فبنتكلم في حوالي 36 37 يوم، مهما كان مده بسيطه انه ممكن يحط فيها فكره طريقه لعبه وبتاع. ممكن ينفذ ده في المباراه الوديه. النهارده في المباراه الرسميه انت عليك نوع من الضغوط، محتاج تكسب، محتاج ما تتعادلش عشان ما تتراجعش او تطلع من بطوله افريقيا او حتى تطلع من الكاس. يعني اول ماتش دي كان قدام بيراميدز، فالبطوله دي جايه في وقتها. انا عندي زي ما بقول لك كده، انا لازم امشي خطين اتنين، عندي بطوله كاس الرابطه وعندي بطوله الامارات. الفرق اللي موجوده فيها اتخيل انها فرق قويه، وكمان يعيد الزمالك شعبته. الزمالك انظلم في انه ما يلعبش كاس السوبر. انا مع يعني كان الزمالك متاهل للنهائي. انت لو عندك عقوبه على الزمالك انه انسحب كنت المفروض تطلعها من الاول. انا يعني كنت اتمنى يا اما تطلعها يا اما، لكن ما تجيش في اخر اللحظات وتقوم جاي مستبعد. انت الزمالك انسحب من بطوله السوبر اللي فاتت، كنت لازم تطلع عقوبتك بعدها مباشره، مش تستنى لحد ما تيجي تعمل بطوله جديده. انت عامل دي كانت بطوله سوبر، انت عملت بطوله جديده خالص فيها المركز الثاني، فيها بطل كاس الرابطه، فانت بتعمل بطوله جديده، فالبطوله الجديده بتبقى كامله. يا اما كنت تطلع عقوبه من الاول. فكره ان اتحاد الكوره شايف انه ايادي مرتعشه شويه، لكن في الاخر لو هتشوف ان الزمالك هتلاقي مكسبه المادي من البطوله دي يفوق اللي كان هيكسبه من بطوله السوبر. ده اللي شيء احنا جيد محتاجينه، جدا، يعني ده شيء محتاجين جيد. دلوقتي ان انا عشان اقول لك ايه، انت ماشي في خطين متوازيين، والاهم بالنسبه لي انه يستفيد فنيا، انا حققت استفاده ماليه، ان انا كمان ان انا استفيد ماديا، واتمنى ان الزمالك يكون كمان مكتمل. احنا عندنا ملف القيد، اتمنى ان هو يتحل بسرعه، واعرف انها وانا عارف انه امر مش سهل. نتيجة انت بتتكلم على مبالغ كبيرة، وبتتكلم على اندية ولاعبين عندهم نوع من الاصرار والرغبة انهم ما يقسطوش. بس في الاخر انا لازم اخلص الملف ده عشان يبقى الزمالك بالنسبة لي كامل. الزمالك لما يلعب في البطولة دي وهو معاه اللعيبة اللي هيدعم بها الادارة الفريق، هيفرق معاه جدا جدا، ويخلي كابتن معتمد او ده يبقى واقف على ارض صلبة مع فريقه. لما يجي يخش تاني يبقى الزمالك داخل دوري من بعد بطولة افريقيا، داخل فريق جديد، فكر جديد، ويقدر يحقق آمال وأحلام جمهور الزمالك.